بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن كيفية ربط سويتش مبردة إيرانية بالماطورات المبردة. بالنسبة للماطورات المبردة نجي عليها على اليابل مالته، راح نقدر نشوف الألوان. هنا كاتبيننا اللون الأصفر سرعة أولى يعني البطيئة، الأزرق بارد مشترك، واللون الأسود السرعة الثانية هي العالية. تجينا ماطورات مثلا ممسوح اليابل أو ما ينتبهون على هاي يجون يربطون، فإحنا راح نوقع بمشكلة. شو راح نعالج هالمشكلة؟ عندنا أوفاميتر، هذا الأوفاميتر نخليه يمنه ونقيس مقاومات. دائما أغلب الماطورات الأزرق، فإحنا ما نعتمد عليه، نجي نقيس نشوف الأزرق ويا السرعة البطيئة قاسنا 25، الأزرق ويا السرعة العالية راح يقيس لنا أقل قاس لنا 20. إذا نقيس بين البطيئة والعالية راح يقيس أقل ما يمكن اللي هو 5، فهذني ما نربطهن مشترك نهائيا، يعني ما نحطهن كهرباء مباشر عليهن، لازم كهرباء تجي على مشترك واحد من الأطراف. يعني نوبات يجونا للمحل يقول احنا نريد نلغي هاي الجوزة، فشون ألغيها؟ ألغيها راح أخلي أزرق ويا سرعة واحدة، إذا عجبتني هاي السرعة أخليها، ما عجبتني أنص السرعة ويا الثانية. ما يصير أربط السرعة البطيئة ويا السرعة العالية. فأنا رسم لكم هنا طريقة الفحص. المشترك ويا السرعة الأولى قيس أومية عالية 25، المشترك ويا السرعة الثانية العالية قيس لنا 20، السرعة الأولى والسرعة الثانية 5، هاي ما يصير نعطيها كهرباء، حاط لك علامة فيه انتبه عليها. هسه نجي شو راح نربط الدقمة الإيرانية. هاي هي الدقمة الإيرانية، أول اثنين واتر بام، هاي تفتح لنا الماطور وهاي تختار لنا بين السرعة العالية والسرعة البطيئة. نشوف هنا من وراء مجموعة التوصيلات. هاي التوصيلات اللي موجودة عندنا هنا راح يكون مدخل الكهرباء. لاحظ الكهرباء ماخذين توصيلة من عدة المن إلى توصيلات الماطور، وهذا المدخل الأول للواتر بام. هنا راح يكون عندنا المشترك، نقدر نربطه ونقدر ما نربطه، وهذا راح يكون عندنا السرعة العالية والبطيئة، احنا نختار بكيفنا يا سرعة نريدها. نلاحظ اكو توصيلة من ناية وين واصلة لهناية، توصيلة من ناية لهنا، هاي حتى توصلنا كهرباء للسرعة تنقل لنا اياها. فنجي ندخل مباشر على الربط. نجي على الماطور، اول شيء نختار هناية السرعة قلنا العالية خليناها فوق، والسرعة البطيئة وراح تكون بأسفل المكان. هذا عندنا مشترك. نجي على الواتر بام، هذا راح نخليه بالنقطة الثانية منه، واضح؟ هذا المشترك اسمه مشترك، لازم يشترك ويا الماطور ويشترك بعد ويا من؟ يشترك ويا عندنا، هذا نفرض مصدر الكهرباء عندنا، راح يشترك ويا الكهرباء. تريد تخليها هنايا، تريد ما تخليها بكيفك بقى. وهذا هو منفذ الكهرباء الثاني. إذا الكهرباء وصلت للمشترك، واحد للماطور وواحد للواتر بام. تريد تخليها هنايا تخليها برا براحتك، هاي السرعة العالية.